عائشة رضي الله عنها من خصوصياتها أن النساء كن يزوجهن آباؤهن، بينما عائشة تزوجت بطريقة أخرى مختلفة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال يأتيني جبريل بسرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، قماش من حرير، فيقول لي: هذه زوجتك في الدنيا، فأكشف فإذا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءني الثانية وجاءني 3 مرات في المنام يراها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فقلت: إن يكن هذا من الله يمضه، يعني يقع هذا الأمر إن كان من الله، وفعلا أوقعه الله تبارك وتعالى، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلنا إن النبي تزوج نساء كثيرات، يعني لو حاولنا أن نعد أمهات المؤمنين، خديجة كانت متزوجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة كذلك، صفية كذلك، جويرية كذلك، حفصة كذلك، أم سلمة كذلك، ميمونة كذلك، زينب، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبل النبي، إلا خديجة، إلا عائشة هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا. لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي، أي لم تطلع على رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عدله صلى الله عليه وسلم، وهو مريض يكون ليلة عند فلانة، ليلة عند الأخرى، ليلة عند، وهكذا يتناوبن عليه. ولما اشتد به المرض أحست النساء أن النبي يريد أن يبقى في مكان واحد، لأن التنقل هذا يؤذيه، لأن هي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها حجرات. فاستأذن النبي نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له فأقضي في بيتها 12 يوما صلى الله عليه وسلم. قضى هذه الأيام كلها في بيت عائشة صلوات ربي وسلامه عليه. وقبيل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى كانت عائشة عنده، فدخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وكان معه سواك. تقول عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله نظره، يعني صار ينظر إلى السواك. تقول عائشة: فعلمت أنه يريده، فقلت له: تريده؟ تريد السواك؟ فأشار برأسي أن نعم. تقول: فأخذته من عبد الرحمن ثم قضمته ولينته، أي بأسنانها بريقها قضمته ثم لينته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به أحسن ما يستاك. تكون فآخر ما لقي ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقي، يعني التقى ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولما توفاه الله كان على صدرها. تقول: توفي رسول الله بين سحري ونحري، بين سحري هذا السحر وهذا النحر، هنا مات على صدرها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كذلك دفن في بيتها، ما دفن في بيت امرأة، فكان في كل يوم عندها حتى توفاها الله تبارك وتعالى، كل يوم عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها جاءت يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن، تقول: كان خرجنا في سفر، فقال لها: يا عائشة تسابقينني؟ قالت: نعم.
فأمر الجيش أن يتقدم، فتقدم الجيش وظل هو وعائشة متأخرين. قال يلا نتسابق الآن، فتسابق معها صلى الله عليه وسلم فسبقته. تقول ثم بعد سنوات لما ثقلت قليلا جاءني وقال لي تسابقينني؟ فقلت نعم، فسابقته فسبقني، فقال لي هذه بتلك. ونتصور أن سبق النبي لها، يعني هي عائشة توفي النبي ولها 18 سنة وهو 63، يعني إن كان سبقها في الثانية فهو 60 وهي 15 سنة ومعها سبقها صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يداريها ويحبها ويظهر ودها أكثر من غيرها رضي الله عنها وأرضاها. في فضلها نزلت آية التيمم. سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، ولما رجع في الطريق صلى الله عليه وسلم جلسوا، لأنهم كانوا يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار لترتاح الدواب وهم يرتاحون، فكان دائما يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار. في يوم من الأيام أثناء سفرهم ارتاحوا في النهار، ثم لما جاءوا ينطلقون في آخر العصر قريب من المغرب، وإذا عائشة فقدت عقدها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فقدت عقدي. قال ما أحد يسافر تبحثون عن عقدها؟ فأوقف الناس كلهم ليبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء هو متعب، فجاء ونام على فخذ عائشة والناس يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها. تقول فجاء أبو بكر الصديق أبوها، تقول وهي صغيرة في السن، يعني ما نقول احنا في التعش يعني 13 سنة 14 سنة هكذا، يعني في السن صغيرة. فجاءها أبوها بكر الصديق، تقول فقال لي يا بني حبست رسول الله وحبست الناس لأجل عقد تقول وكان ينغزني في بطني في خاصرتي، يضربني بإصبعه في خاصرتها ضرب، ما يقدر يصرخ ما يقدر، لأن الرسول نايم بجنبه، فيقول حبست رسول الله وحبست الناس لأجل عقد، ويضرب. تقول ألم بس ما أستطيع أتكلم لأن الرسول على فخذي صلى الله عليه وسلم. تقول وفقد الناس الماء. تقول بينما نحن كذلك نزلت على النبي آيات التيمم، فقال أبو موسى الأشعري ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر الصديق. يعني نزلت هذه الآية آية التيمم، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صف اغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنزلت هذه الآية، وقيل آية النساء التي نزلت في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها نزلت آيات التيمم أو آية التيمم في سبب عائشة رضي الله عنها. وإذا كان يقول أبو موسى الأشعري ليس هذا بأول فضلكم يا آل أبي بكر.